السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ايش اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. اشتقنا لكم ورجعنا لكم بفلوق جديد. وقبل فترة سوينا يوم كامل دحوم يتحكم فينا واستغلنا استغلال جلدنا. اليوم زي ما وعدناكم، من اللي بيتحكم فينا؟ سعد. اكثر واحد عذبته الله يستر. قبل ما تقرب البداية اكثر واحد خايف منه سعد صراحة، ما يرحم. امس ما نمت في الليل ليه؟ افكر وش اسوي لكم. اليوم كامل بيتحكم فينا سعد. بس قبل ما نبدا، لايك واشتراك في القناه تكفون لا تنسون. وبهالمناسبه بحكم الجامعه الطيبه هذه، عمرك سمعت عن متجر تطبيقات او العاب يسوي عروض؟ هواوي اب جاليري. واذا شحنت عن طريق هواوي اب جاليري تحصل على استرداد نقدي من الشحن. ببساطه الاب جاليري صار ينافس جوجل بلاي والاب ستور. طبعا هو المتجر الرئيسي لهواتف هواوي، لكن مو بشرط، اذا انت اندرويد تقدر تستخدمه، يعني مو هواوي بس. طبعا هواوي اب جاليري بيسوي عروض على الالعاب والتطبيقات لما انت تشحن، خصوصا للفي اي بي يجيهم الرد السريع وعروض خاصه لهم. طيب ركزوا معي، انا اليوم جايب لكم عرض مره حلو. اذا شحنت راح تسترد 30% من قيمه الشيء اللي انت شحنته. طبعا فتره العرض هذا من 15 الى 30 اكتوبر، تمام؟ وتقدر تشحن الى 50 مره كحد اقصى في فتره العرض هذه. طبعا الطريقه مره سهله، اذا جيت تشحن تشحن عن طريق هواوي اب جاليري عشان تحصل على هذا العرض. مثلا انا العب لعبه يلا لودو، زي ما تشوفون على الشاشه قدرت احصل على هذه الاسترداد اللي جاني، واقدر استخدمه في العاب ثانيه العبها واشحن فيها. اكتبوا تحت في التعليقات لعبتكم المفضله، واب جاليري راح يختارون 5 تعليقات نالت على اكثر اعجاب، وراح يعطون كل فائز 1000 دولار. واكثر 5 يصرفون داخل الالعاب والتطبيقات عن طريق اب جاليري راح يحصلون على استرداد ضعف اللي صرفوه. هواوي اب جاليري مره رهيب صراحه، عجبني العروض اللي بيسوونها بين كل فتره وفتره. ليش؟ لانك انت شاحن، فاشحن عن طريق هواوي اب جاليري وخذ استرداد واستخدمه في العاب ثانيه وهكذا. وعندهم عروض ينزلونها باستمرار، بحط لكم رابط هواوي اب جاليري تحت في الوصف في كل التفاصيل والعروض وكل شيء تحتاجونه. اضغطوا الرابط وشوفوها بنفسكم. خلونا الحين نكمل الفلوق والله يعين من سعد. الحين نبدا بعدين 3 الله يستر، وبعدها ابي بسرعه. خلني اقبصك قبل ما ابدا. 1 2 3 لا انا اللي بعد. بسرعه بسرعه يبدي. 1 2 3 ما صدق الحين. الحين بدا سعد يتحكم في يومنا كامل. تفضل. انا الحمد لله على شيء صراحه الحين افكر فيه. ابي تروح مطعم شاورما اوكي، وتخلي عبد الله ينزل يطلب لي صح ويطلب لي حبه شاورما واجي اكلها هنا قدامكم. ما ناكل؟ لا بس لا تفرجون. ودحوم يسوي كذا بالمنديل، تعرف؟ قويه عشت دور والله قويه الوالي. يا اخي قايل لكم مو برحمنا، يلا نروح مطعم. تسوي لك اذا جاء الثوم هنا تسوي كذا. يلا يلا بنروح مطعم. وصلنا مطعم شاورما، جيب لي حبه ها مع مويه. طيب يلا. وصلت الشاورما والله من جدك واحده بس؟ والله واحده ياكلني. وايش؟ وكلني. ما في منديل؟ ما في منديلي. لا لا في في السيارة عادي. بصبعك بصبعك الله يخليك. سمحت فكها فكها بسرعة. الحمد لله اني اصور انا مالي دخل. انا شاري مالي دخل. والله مالي دخل قاعد اصور. اشكرك بثبت الكاميرا. لا هات شطة قدها. هات شطة. عقاب تاكلها افضل شيء. انا طالب شطه. شكرا والله ما مامون. والله ذاك صدي كم عبد الله اجلده. ابدك هنا اجلده. يلا شباب الوعد قدام. عبد الله تلزمنا. تفضل. ايه قطع. تعال تعال يا زلمه. ايوه العقاب الثاني اعطني عقاب. انت لا تحكم عندك. انت ما طلبت، قلت لي جيب لي شاورما. نظف اذني. ابي شيء قوي ما ادري. خل نشوف خل نشوف ايش يقرر الشيء الثاني. يهمس خله يهمس خله يهمس. والله تاكلها. ايش تبي؟ الطلب الثاني عصير. ها؟ عصير عصير. الحمد لله. وبعدها تروحون الحديقه تمشوني. تبي الحديقه؟ اي. وطب عادي اشتري لي عصير. طب ترى ما حددت عصير. فما اذا جبنا يقول شف انت ايه ودحوم ايه. اللي هناك على اليسار ما يشرب قهوة. ما يشرب القهوة. خلاص هو خذ شاورما. ولا ياخذها هذه الشاورما. ما ياخذها. ما في العذاب ذا ما طلع عمره. بعد هو يفكر مصاص، عرفت القماش يفكه هو. ايش تاكل ليه؟ تك ما خليه خليه يفك لي. ترى احرمك الحين. لا لا اسمع خلاص وزن اجيب عصير بجيك. اربعه؟ ها؟ ايش اربعه؟ اربعه اثنين لك طال عمرك. والله هو يشرب. اثنين 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 لك اثنين. انا اخذ هذا حقك.
الله يسعدك سعود والله انك كفوي. وشو وشو؟ عادني 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 عادني. ها؟ وش الطلبات؟ لا 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 بس كذا بس وزع. ما انت تقول حط لي مصاص صح؟ وبيحط لك مصاص وش بيعطيك اياه يعني؟ وين مصاص شباب؟ من تبغى يحط لك مصاص انا؟ حط حط. يلا يلا بشرب. ها؟ حط هذا حقه هذا حقه. تفضل. لا غلطانة هذا حقه امسك. وين؟ هذا حقه هذا حقه. كذا الوضع. لا لا شرب هو؟ شرب هو؟ هو طلب اني اشرب. انت تبي يشرب؟ اها اوكي اوكي. والله احلى يوم لي يا شباب. اوكي خذ شاورما. يا شباب هذا يوم لي والله. لا والله مو مقصوده عاقبه يا اخي ما لي شغل انا. اي من اللي جايب اربعه؟ انا جبتك اثنين يا اخي. تراني قايل له لا تجيب لي. لحظة. هذا لي. هذا ما جاب لي مصاص؟ انت بدون. مسوي فازع هنا. والله احلى يوم لي يا شباب. يلا سق وسودني الحديقه. يعني انا ما اخذت شيء. ودني الحديقه يلا. صمت عمرك صمت. جايب لي اربعه. انت جايب اربعه انت؟ يلا سق. طيب ان شاء الله طال عمرك. وين تبي تروح؟ حديقه يلا. اي حديقه؟ اي حديقه قريبه هنا. اه وصلنا الحديقه طال عمرك. تمشوا معي. تمشى معك؟ وخلوا ابي واحد وراي بس. من طيب؟ ها؟ انت خلي. انت من. الحمد لله. طيب كم تجلس في الحديقه الحين؟ ها؟ كم تبي تجلس؟ ما اسمح لك تتكلم. والله معصب. اي سعد صح اعترف لك ان احنا يعني خربنا شوي. اذا قولوا لي اذا وضعكم كذا نمشي. لا 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 خلاص الحين من اليوم والله صدق اي شيء تبيه بنسويه. يوم اخذتوا حقكم عصير وشاورما وضحك. اهد اهد تونا في البدايه اهد. اوف والله ايش ناوي عليه؟ يا الله. وش تبي يا طيب؟ حاب اقولكم في هذه المناسبه ان هذه مجرد البدايه. اوكي. ما دخلنا في العميق. وش ناوي عليه؟ ابي واحد الحين بنمشي بالحديقه انا الحين إيه؟ بس ابي واحد يسكر وراي الباب. لا لا ابي عبد الله يسكر وراي الباب. هذا ابو شاورما حارة. والله ما حد يسكر وراي الباب. ها يلا قابله خلاص ويفتحه. لا ما جلسنا بالحديقه كيف يعني؟ انا بكذا وامشي اشم شمة زرع. سكين عبد الله والله ما حد قال لك تعطي شاورما حاره. بسم الله. سكره سكر. والله اني قهر. وش الوضع؟ والله وش سكر باب؟ ها؟ حد قلت لي سكر باب طيب؟ حط اذنك هنا سكر عليه. لا 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 والله بسكر مرة ثانية ولا تعود. شوي شوي يا عبد الله. ايوه والله بهذلنا سعد شوي يا اخي. والله انتم بهذلتوني شوي بعد. شوي بس دحوم كان دوره كان يعطينا يعني معه يودينا ملاهي يخلينا نلعب. انت وش وضعك؟ انت يعني تعطينا اوامر لك بس انا كنت بخليك تلعب كوره وفرن. اسمع انا طلبت شاورما بس انا جوعان. طيب طلبت شاورما. طيب ليش ما قلت طيب خذوا معك خذوا معك؟ وديتوا تشخصنونها. انت اللي شخصنها حاره. ما حدد. لا لا الوضع شخصنا وذا يصق الباب بوجهي. في شيء في الموضوع في شيء. انا خايفين منك والله. طيب وش تبي؟ ايش تبي انا صوتك شيء. انا مسوي لك شيء. انت صوتك مزعج يكفي. صوتك هنا يدخل بالاذن. طيب ايش تبي الحين؟ ايش رايكم؟ لا مو ايش رايكم ايش؟ نروح نشتري الاشياء. انا خلاص نقفل. لا مو بتقفل. طيب يلا ايش تبي؟ تقفل. ها؟ ايش تبي؟ جوال. لا اقولها يعني اني مسحه وهي يبغى جوال. شوف هو عاد يعني في شيء نقدر عليه في شيء ما اقدر. يعني زي تقول ابغى مليار من وين يجيب لك مليار؟ فهمت؟ البنك. وش تبي؟ يلا يدي وجعتني وانا ماسك الكاميرا. خليني افكر. سوبر ماركت. سوبر ماركت. طيب تعرف ابي بطاطسات والاشياء ذي وابي اشتري لكم اشياء. اوه اي هذه الصح. بس خاب يعني يعطينا شيء مو بحلو. مشكلتك عادي. عادي تكفى ما احب الطماطم. تكفى لا تعطيني. تكفى بطاطس. لا ايه من قالك اني بشتري لك بطاطس؟ ايييييي مو بشتري لك بطاطس. مو بشتري لك بطاطس. جاي بقول صير ما احبه صير طماطم. اقول فجل. تعرف الفجل اللي نحط مع الخضار ذا السلطه؟ لا ما اعرفه. لا ايه بشتري لك حبه ان شاء الله. طيب كيلو باذن الله. طيب انزل انزل يلا. وصلنا السوبر ماركت طال عمرك. بسوي لك مفاجاه. وش هي؟ كل واحد ياخذ اللي يبي. لا والله. لا دحوم. بس دحوم؟ بس تاخذ اللي تبي. طيب لحظه من اللي دف العربيه؟ وانا طيب؟ انت دف وانت صور. اوكي. طيب يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف الطريقة الأولى تحط يدك كذا. يدك كذا وتسحب. أهم شيء عبد الله قاعد أنت معه. أمشي معي. مين يسار مين يسار؟ ها؟ نعم. إيش فيه؟ قول يلا يلا بس بنتقم أنا اليوم. والله انتقام انتقام. هذه بس بطاطسات. لا 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 سعد لا ما وصلنا للشوكولاتات. طيب احنا ما لنا شيء يعني. لا أنت تدفع.
هذا يسحب الكل هذا. يا حظك سمح لك والله تاخذ اللي تبي. والله والله محظوظ دحين. طيب يا حظك انا ما اقدر ليش ما تبي انت ترى هي ترى هذا قاعد يقول لك قاعد انبهه قول له خلاص ما اعطيته اعطيته لا ما خلص لا يلا ضلك 10 ثواني يلا والله ما شاء الله ما خليت شيء ما فكرت اليوم السهره اليوم السهره السهرة على حسابكم اليوم ها على حسابنا والله هذه حقتي يومك يومك ترى اليوم اللي بعده فلوق بعدين عبد الله يا ويلي والله يا ويلي وش ذا لازم اضبطه اضبط عشان ما ترى يلا توترت سرعة جيب لي واقسم بالله يا ويلي لا ما هذا معطي هذا هذا حق طيب لك خلاص خلاص لا لحظة لحظة هذا اغراضك ايه هذه لي الحين انا بس خليته يجمع لي بس شكرا شكرا خليك استرح منها صب صب جنبنا بس انا بس ابي اكل على ذوقه اوكي شوف اغراض دحومي ما شاء الله والله راح انت مسوي تحب مشوي انت والله راح دحوم هو يقول هذا لكم بعد إيه؟ لا يا حبيبي يلا يلا طب خليه يدفع العربيه والله لا اصرفه والله خليه يدفع العربيه طيب خذ رجع هذه بصراحه الحركه حق الدحوم ذي رهيبه ذي ها لانه ما سوى شيء ما قلت اعطيته سريع اعطيه كذا من هنا اخر البلوك طبعا غربت الشمس خلاص والله تكفى ستوب والله خلاص يكفي إيه اشوى اشوى طبعا الفلوقات الجايه بعد فتره بيصير دور عبد الله ثم خلاص انا مالي دور ها مالي يوم تستاهل تستاهل دور لا لو جاني يوم انا اعرف اتممك كيف شو تسوي انا ور... لا اصلا عندي دراسه ماني تنحاج المهم ان شاء الله عجبكم الفلوق والفكره البسيطه لا تنسون زر اللايك والاشتراك في القناه ان شاء الله انكم استمتعتوا وغيرتوا جو معنا نشوفكم ان شاء الله في الفلوق الجاي مع السلامه يومكم سعد